السلام عليكم متابعي قناه نبض 21 تي في، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معايا في نهار جديد مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد الطبق اللي هو طبق فرنسي من الاطباق المفضله عند الفرنسيين، اللي هو بلونكيت دو فو. هو عباره عن واحد الطبق يتحضر من قطع اللحم ديال العجل، كيجي صراحه لذيذ بزاف ما تشبعوش منه. فانا اي وصفه كيف ما كان النوع ديالها فكتعجبني كنبغي نشاركها مع المتتبعين ديالي. خليكم حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكما العاده فرجه ممتعه. غنحتاجوا في المقادير على بركه الله. عندي هنايا نص كيلو ديال اللحم، 500 غرام ديال اللحم ديال العجل، ضروري من اللحم ديال العجل. هذا الطبق يستعمل فيه اللحم ديال العجل، قطعت على هذا الشكل هذا مربعات. بالنسبه هنايا لكميه اللحم، هنايا كتبقى على حسب عدد الاشخاص وعدد الافراد الموجوده في كل بيت. غنستعملوا هنايا بالنسبه للخضره، عندي هنايا الخضره كامله مغسوله. غنستعملوا البرو اللي قطعته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. عندي هنايا جوج ديال الخزون، عندي هنايا واحد البصله متوسطه، عندي هنايا واحد الليمونه، وعندي هنايا الشامبينيون. الشامبينيون عندي هنايا اطري. غادي نستعملوا هنايا اوراق سيدنا موسى، اوراق الرد، وغادي نستعملوا الصحتر. غنحتاجوا هنايا التاو، انا استعملت 3 ديال الدروس، وعندي هنايا 4 ديال عويدات القرنفل. عندي هنايا الابزار، عندي هنايا 70 غرام ديال الدقيق ابيض ما يعادل جوج المعالق ونص كبارين، عندي هنايا 70 غرام ديال الزبده ما يعادل جوج المعالق ونص، عندي هنايا واحد البيضه، عندي هنايا 20 سنتيل ديال الكريمه، وعندي هنايا الملحه. هاد هنايا غنستعملوا بهم البيشاميل، هادي كاخر مرحله. دابا اول حاجه كنبداو بها كناخذ واحد الطنجره. صافي هنايا كناخذ داك اللحم كنعملو في ديك الطنجره. هنا بالنسبه لهاد الطبق ضروري من اللحم ديال العجل، لان معروف باللحم ديال العجل هاد الطبق. صافي مباشره غنزيد له الماء بارد. صافي هنايا غنخرج هنايا الماء بارد، القياس اللي غادي يغطي لنا هاد اللحم. صافي هنايا مباشرة غنشعل على الغاز، صافي هنايا غنخلي هاد اللحم حتى تغلي داك الماء. هنايا ما غادا يغلي غادي يعملنا واحد الرغوة ولا واحد الكشكوشة كتكون بيضة، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يغلي. صافي هنايا مباشرة من بعد ما داك يغلي داك اللحم، صافي هنا كما كتشوفوا عملت ديك الرغوه ولا ديك الكشكوشه. دابا مباشره نحاول نحيدوها. نحيدوها كامله. صافي هنايا من بعد ما حيدت داك الرغوة غنخليها تغلي واحد 5 دقايق. هنايا ملي غتغلي ديك 5 دقايق عن هاد الماء هذا غنبدلو ملا وغنعمل الماء نقي واحد اخر. المهم نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنايا مباشرة من بعد ما داتت 5 دقايق، صافي كيف ما قلتكم يعني غنبدلو لهاديك الماء. صافي هنايا غنحاول نحيد داك الطروف ديال اللحم. صافي هنايا غنرج هاد الماء على ملي الماء نقيين. صافي هنايا من بعد ما حيد داك الماء دابا مباشرة كنعملو ماء جديد بارد طبعا. صافي هنايا غنحاول نحوي داك طريفة ديال اللحم. هنايا مباشرة غنبدا نزيد داك الخضرة. هنايا هاد البرو غنقسمو على جوج كما كتشوفو. هنايا هاد الخضرة غنقطعوها هكدا كبيرة، لأن باقي غنقطعوها قصيرة.
من هاد البصله نقسمه على أربعة. هنا ناخذ عود القرنفل، هنا نحاول نحشيهم فيها بهذه الطريقه باش يطلقوا لنا داك اللوغو ديالهم. كناخذوا ديك الليمونه كنقسموها على جوج او الحامضه، صافي غادي نعصروها واحد الكميه فوق داك الخضره. هنا يعني ناخذ ديك الدريسه ديالتها وهادشي كامل. هنا غنزيدوا شويه الملحه قياس اللي غادي يكفينا. هنا غنزيد هنايا الإبزار، صافي هنايا مباشرة غنخلي اللحم ديالي طيب. هنايا كتاخدنا بين ساعة حتى ساعة ونص، ونتلاقاو إن شاء الله من بعد ما طيب. صافي هنايا مباشره من بعد ما طابت اللحم، هنايا بالنسبه للوقت خدات لي بالضبط ساعه وربع، ساعه و15 دقيقه. صافي هنايا دابا مباشره غنحاول نحيد داك الخضره، غادي نعزلها بوحده واللحم غادي نعزلو بوحدو. بالنسبه هنايا لديك المرق، هذا المرق غادي نصفيه ما غنرميوهش، غادي نصفيه ونتلاقاو ان شاء الله. صافي هنايا مباشره من بعد ما صفيت الخضره واللحم ديالي، دابا مباشره كناخذوا نفس الطنجره اللي طيبنا فيها باش نوجدوا لاصوص بيشاميل. كناخذوا داك الزبده كنحاولوا نذوبوها، لاصوص بيشاميل معروفه كنوجدوها بالحليب، انا هنايا ما غاديش نوجدها بالحليب، غادي نوجدها بديك المرقه اللي طيبت فيها الخضره مع اللحم باش كتجي لاصوص بيشاميل منكهه بديك جميع انواع الخضر اللي طيبنا. هنايا بالنسبه خديت واحد الكاسرونه عملت فيها كاس ديال لاصوص، خليتها تتعقد مزيان ونزيد تغلي. صافي دابا هنايا مباشره غنحاول نذوب داك الزبده مزيان، كيف ما قلت لكم هنايا غنستعمل ما غنستعملش الحليب، غادي نستعمل لاصوص اللي طيبت فيها الخضره واللحم باش كتجينا واحد لاصوص بيشاميل يعني مغاير على لاصوص بيشاميل اللي كنعرفو منكهه بالخضره وجميع انواع التوابل. صافي هنايا من بعد ما ذابت الزبده دابا مباشره غنزيد لهنايا الدقيق، غنحاول نخلط مزيان ويندمجوا الزبده مع الطحين. هنايا غنخليها غير طيب غير واحد شويه. صافي مباشره غنزيد عليها ديك لاصوص مع التحريك المستمر طبعا. صافي دابا مباشره غندوزو باش نوجدو باقي المكونات. هنايا كناخدو واحد الاناء كنعملو فيه ديك 20 سنتيلتر ديال الكريمه كريمه ديال الطبخ طبعا. دابا غنزيدو عليها ديك البيضه اللي استعملنا، غنستعملو لا غير الصفار ديالنا، البياض ما غادي نحتاجوه شي، فقط غنستعملو الصفار ديال البيضه. غنزيدو على ديك لاكريم وغنحاول نخلطو مع بعضهم حتى يندمجو. صافي دابا مباشره عندي فوق لاصوص بيشاميل. هنايا بالنسبه لاصوص بيشاميل صافي انا يعني طفيت للغاز، دابا عندي مطفيه مباشره من بعد ما كتعقد كنطفيو عليها الغاز. صافي هنايا غنزيد لها ديك لاكريم مع صفار البيضه
وغنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم. ومباشره غنضيف ديك لاصوص اللي خلينا حتى غلات مزيان وعقدت شويه، مباشره غنزيد على هاد الخليط وغنخلط مزيان سيندمجوا جميع المكونات مع بعضهم. كيف ما قلت لكم انا اطفي على الغاز. صافي كما كتشوفوا لاصوص ديالنا يعني خفافت، ماشي بزاف مي كتبقى يعني شاده في راسها. هذا هو القوام اللي خصها تجي عليه على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا كتجيش خفيفه بزاف، في نفس الوقت ما كتجيش قاصحه، كتجي عاقده شاده في راسها. دابا مباشره غنزيد لهنايا ديك قطع اللحم اللي صفيناه، مباشره غنزيدو على هاد لاصوص وغنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضهم. هنايا كناخذوا واحد المقله كنضيفوا لها شويه ديال الزيت النباتيه، غنزيد عليها ديك الشامبينيون اللي قطعته على هاد الشكل هذا. هنايا غادي نحاول نشحرو غير شويه، ميت شحر نتلاقاو ان شاء الله. هنايا مباشره من بعد ما كيتشحر داك الشامبينيون كيتسهر كيفما كتشوفوا، دابا مباشره غنطفي عليه الغاز. هنايا بالنسبه داك القطع ديال الخزو انا قطعت على شكل الدوائر كيفما كتشوفوا. دابا مباشره غنزيد فوق الخليط ديالي. انا هنايا البصله ما استعملتهاش، هنايا تقدروا يعني تستعملوا داك البصله اللي كتجي على شكل دوائر صغيره، هذيك تقدروا تستعملوها وتحتفظوا بها. انا بالنسبه لي هنايا ما احتفظتش بالبصله، يعني اكتفيت فقط داك القطع ديال الخزو. زدت هنايا الشامبينيون، هنايا غنخلط لهاد المكونات غير بشويه حتى يندمجوا مع بعضهم. هنايا كاين جوج ديال الطرق، يا هاد الوصفه هادي تخليوها فوق حمام مريم، اولا مي تبغيو تاكلوها بغيو تسخنوها كتسخنوها على نار مهيله، يعني ما تسخنوهاش على نار تكون مجهده، يا اما حمام مريم والا نار تكون مهيله تتسخن على خطره. صافي هنايا كيكون هذا هو الطبق ديالنا كيكون واجد. هنا بالنسبه لي غادي نرافقو مع الراس ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم، بلونكيت دو فو كيجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. انا رافقته مع الراس، تقدروا ترافقوه مع اي حاجه اللي كتفضلوا انتوما. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي صراحه الطبق كيجي غزال، كيجي لذيذ بزاف، كيجي طيب، اللحم كتجي طيبه يعني كتذوب حز الزبده، الخضره كتجي حتى هي طيبه، كيجي يعني واحد الطبق متكامل، طبق فرنسي غزال. انا متاكده اذا جربتوه غادي يعجبكم لانه كيستحق التجربه. مهم كما العاده ما نطولش عليكم، كنتمنى وصفه اليوم وفيديو اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو كما العاده ما تنسونيش بلي لايك ديالكم وبالتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتشجعني باش نعطي اكثر واكثر، وتشاركوا الوصفه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده. والى اللقاء مع فيديو ووصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.